السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشروع الوحدة الرابعة، أهمية الطاقة الشمسية، صفحة 160. على بركة الله، على بركة. إذن هذه الصفحة، إذن هذا المشروع إنجاز ملصق عن أهمية الطاقة الشمسية. وقد قمنا بإنجاز هذا المشروع، يعني محاولة بحث، أنجزنا بحث بسيط حول الطاقة الشمسية، وهو هكذا. نعم، فسوف نستعرضه عليكم الآن، فعلى بركة الله. إذن أهمية الطاقة الشمسية، ما هي الطاقة؟ الطاقة الشمسية هي الطاقة التي يتم إنتاجها من الشمس، وهي نوع من مصادر الطاقة المتجددة. كما يقول الباحثون أن الطاقة التي تستعملها الأرض من الشمس خلال ساعة واحدة تكفي احتياجات الكرة الأرضية من الطاقة لمدة عام كامل، وإن الكميات التي يمكن استغلالها من الطاقة الشمسية تعادل أضعاف الطاقة المستغلة من البترول والغاز الطبيعي والفحم واليورانيوم. إن الشمس هي الأساس في تكون جميع مصادر الطاقة الأخرى، فقد تكونت مصادر الطاقة كالفحم والبترول والغاز بفعل حرارة الشمس وعملية الضغط على مدار العصور. وكيف يتم إنتاج الطاقة الشمسية بطريقتين، وهما: أولا، الطاقة الشمسية المركزة، وهي التي تستخدم في نطاق التجاري عن طريق دوران توربينات لتوليد الكهرباء، وتتم باستخدام المرايا والعدسات. ثانيا، طريقة يتم فيها توليد الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الضوئية الفوتوفولتيك، وباستخدام الموصلات يتم تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء، وتتم على نطاق صغير حيث تستخدم في إمداد البيوت والشركات. الآن نمر إلى استخدامات الطاقة الشمسية. لأن استخدامات الطاقة الشمسية عديدة، منها الزراعة. يتم استخدام الطاقة الشمسية في عمالة الزراعة، فالطاقة الشمسية تفيد المزارعين في تنظيم مواسم الزراعة طبق مواسم العام، وإدارة الماكينات التي تقوم بضخ المياه وتجفيف المحاصيل والأسمدة، والزراعة باستخدام الصوب الحرارية. تسخين المياه، تتم عملية تسخين المياه بصورة بسيطة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، وتسخين المياه باستخدام السخانات والخزانات. التدفئة والتبريد، توليد الكهرباء، وتتم عن طريق تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام المحولات الفوتوضوئية، وتركيز طاقة الشمس على الأجهزة المتوسطة في احتياجها للكهرباء. تحلية المياه، كذلك تتم تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية باستخدام جهاز التقطير الشمسي بطريقة غير مكلفة. وتستطيع البلدان التي لا تحتوي على كميات كبيرة من الماء العذبة استغلال الطاقة الشمسية في تحويل المياه المالجة المالحة إلى المياه العذبة. معالجة مياه الصرف الصحي، وتتم عن طريق عملية التحلل الضوئي، حيث تقوم بتنقية مياه من السموم العالقة. نمر إلى كذلك إلى استخدامات أخرى للطاقة الكهربائية. إضاءة الشوارع، تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية، تشغيل الأقمار الصناعية، بعض السيارات التي تسير بالطاقة الشمسية، إصدار الطاقة الكهربائية اللازمة لحركات الملاحة والسفن البحرية، في عملية اتصالات كاستقبالات الراديو، طهي بالطاقة الشمسية. فوائد استخدام الطاقة الشمسية: يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي، وتوفير الطاقة المتجددة الدائمة والنظيفة. يعتبر استخدام الطاقة الشمسية سهلا إلى حد كبير، ولا يتطلب تقنيات معقدة، كما تتوفر تقنياتها ومستلزماتها بسهولة في جميع العالم، كما أنها لا تحتاج إلى صيانة دائمة.
يؤدي استخدام الطاقة الشمسية إلى تقليل الأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ومواجهة التغيرات المناخية التي يواجهها العالم في عصرنا الحالي. تتوافر الطاقة الشمسية بكثرة في العديد من البلاد، حتى أن الدول يمكن أن تقوم ببعض الفائض منها. خفض معدل التلوث التي تصدر عن استخدام مصادر الطاقة المعتادة. الحفاظ على البيئة باعتبارها الطاقة الشمسية من أنواع باعتبار الطاقة الشمسية من أنواع الطاقات النظيفة وأحسنها للبيئة. التقليل من استخدام الطاقات الغير متجددة كالنفط والغاز في عملية توليد الكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية بدلا منها، وبذلك وتوفير تلك الكميات لأغراض أخرى قد تكون في أمس الحاجة إلى النفط والغاز. إذن شعارنا لنشجع على استعمال الطاقة الشمسية. سأضع لكم أحبائي رابطا تحت الفيديو، قد تجدونه تحت الفيديو لتحميل هذا المشروع جاهزا، رابط في أحد المواقع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.